تجربة هيرشي وتشيس عملوا ايه على لقمات البكتيريا او البكتيريوفاج، ولقمات البكتيريا او البكتيريوفاج ده فيروس، ده ايه؟ ده فيروس. فتجربة هيرشي وتشيس على لقمات البكتيريا او البكتيريوفاج لاثبات ان الدي ان ايه هو المادة الوراثية. فاعتمد هيرشي وتشيس على حقائق علمية ان هي ان الدي ان ايه يدخل في تركيبه الفسفور، والبروتين بيدخل في تركيبه الكبريت، وحطوا والبروتين يدخل في تركيبه الكبريت ولا يدخل في تركيبه الفسفور، فحطوا مواد مادة مشعة. فقام بترقيم الدي ان ايه الفيروسي اللي هو الدي ان ايه الفيروسي اللي هو الدي ان ايه بتاع الفاج بالفسفور المشع، فطبعا ده هو ترقيم البروتين الفيروسي برضو بالكبريت المشع. وتم في هذا وتم وهجم وتم وسمح لان الفيروس يهاجم البكتيريا. اتنين، وجدوا تم الكشف عن الفسفور المشع والكبريت المشع في داخل وخارج البكتيريا. هلاقوا ايه؟ اول حاجة ان كل الفسفور المشع تقريبا انتقل الى داخل البكتيريا، دليل على وصول المادة الوراثية الدي ان ايه. اتنين، اقل من 3% فقط من الكبريت المشع انتقل الى داخل الخلية البكتيرية، دليل على عدم وصول اغلب البروتين الفيروسي. الاستنتاج ان الدي ان ايه هو الدي ان ايه الفيروسي يدخل الخلية البكتيرية بكله ويدفعها الى بناء فيروسات جديدة. دي ان ايه هو المادة الوراثية وليس البروتين. دي كل التجربة.